كلكم تتذكروا ميلاد أبو ملهب، هالشخصية اللي عملت جدل من أول ما برزت على الإعلام وعلى التلفزيونات، وبعده لليوم بيعمل جدل كتير كبير بكل موضوع له علاقة فيه من قريب أو من بعيد. ميلاد عرفتوه بس تعرب المظاهرات المطلبية حتى يعبر عن غضبه كمواطن لبناني من اللي عم بيصير ببلدنا لبنان، ولقى أنه بهالطرق الغريبة رسالته بتوصل أكتر وبتوصل بشكل سريع. ميلاد اليوم متهم بقضية تعنيف أسري، متهم بتهديده لمرت خيه وتعدي عليها من وراء دعوة طلاق وحضانة أولادي، علقانة بالمحاكم هالدعوة، محاكم الروحية مثل غيرها كتير من القضايا. الليلة رح نسمع من ميلاد حقيقة هيدا الموضوع، ليش هدد وزراء العدل والداخلية والبطرك الراعي، ومن خلاله رح ننطلق لنفتح ملف المحاكم الروحية وناخد اتصالاتكم وناخد شكاويكم مباشرة على الهواء. بس بالبداية ميلاد أبو ملهب معنف النساء، منشوف سوا التقرير. هل تذكرون ميلاد أبو ملهب الذي قرر أن يتعرى خلال التظاهرات المطلبية كي يعبر عن غضبه من أمور كثيرة في المجتمع وكي يوصل رأيه ورسالته التي أرادها أن تحدث دوياً؟ ابن أبي الياس البقاعية الذي كان قد ترك الكلية الحربية ليدرس المعلوماتية ثم اللاهوت ليس مجرد وجه اعتراضي، فهو يملك وجهاً آخر سوداوياً، إنه معنف للنساء. أنا برات الحبس يا كلبي، زمطت مني يا بنت الكلب، حبك فرجيكي. نعم، هذا صوت ميلاد أبو ملهب وهو يهدد زوجة شقيقه، أو بالأحرى ما أمكننا أن نسمعكم إياه من كيل الشتائم والتعبير النابية الذي تضمنه الاتصال التهديد من ميلاد إلى السيدة باتريسيا رياشي، ما دفعها إلى الخروج عن صمتها خوفا من أن تلقى مصير السيدات المعنفات الأخريات القتل. سلامي هو خي جوزي ميلاد أبو ملهب، عم بيضل يهددني بالقتل من سنتين بسبب خلافات شخصية بيني وبين جوزي. هو ما عم بيخلص تهديد بالقتل، حتى نفذ مرة تهديده ببلدية أب الياس وكان قتلني، وفي شهود وفي ناس كانت موجودة، والدرك ما تحرك لحد هلأ بأي إجراء بحقه صارم. صرت مدعية من شهر 6 ولحد هلأ نايم الدعوة، ما بعرف عنها شيء، وهو بعده مستمر بتهديده، طلع من المخفر وضل يهدد، وبعده من جمعتين مهددني من خلال المحامية اللي موكل بقضيتي. بالنسبة إلى القوى الأمنية، ميلاد أخوت ولازم باتريسيا ما تأيد عقل عليه. قلت له مرة للدركة أخوت حطوه بمصح عقلي، وهو بيقول لي هالشي أنه أكتر شي ماكسيموم فوت على الحبس 3 أيام وبطلع عليك وبصفي لك دمك. ميلاد لم ينفي للLBCI تعرضه لباتريسيا، بل لم يتورع عن تهديدها مرة أخرى بكلمات لن نتمكن من عرضها. ومن باتريسيا وهي أم لطفل، نداء لجميع النساء المعنفات كما للقوى الأمنية. أنا بدي أنه كل مرة ما تسكت بقى عم تتعرض لأي عنف، لأنه مش مضطرين كلنا نصير ضحايا. ما بعرف إذا ناطرين حتى موتوا ويقولوا الله يرحمه. ميلاد مساء الخير، أهلا وسهلا فيك بكي جالس. طلعت من المخفر وضليتك تهدد من بعد ما تعديت عمرت خيك. شو قلت لي؟ ألا طلعت من المخفر وضليتك عم تهدد. مساء الخير، قول مساء الشوم، ما فيش خير. بس قل لي شو، جاوبني عن هيدي النقطة. أنا ما طلعت من المخفر أصلا، هيدي الشكوى عم تحكي عنها المعنفة من 22/6/2014. شو فوقها علي هلا؟ لأنه نحن أخذنا توقيف نفقة من المحكمة المارونية لحين مشاهدة استحاب الطفل. يعني خلاف شخصي عم تقول؟ طيب خليني باتريسيا معنا على التليفون. تفضل. باتريسيا مساء الخير. ألو مرحبا. أهلا وسهلا فيك باتريسيا. أهلا فيك أستاذ. قولي لي، خبرينا عن المشكلة مع ميلاد أبو ملهب. نعم. تفضلي. إذا بتريد. إلا بدل بس قولي لي شو بدك. إذا بتريد. قولي شو بدك. اسألي إياها. شو مطالبة هلا؟ شو مطالبك باتريسيا؟ شو مطالبك منه؟ بس قولي لي شو مطالبك من ميلاد؟ استاذ جو، ما عندي مطالب من هيدا الشخص اللي ما له خصة بحياتي، هو منه جوزي، ما له أي تعاطي بحياتي الشخصية. نعم. أنا ما يبعد عن الموضوع اللي طلعت كرماله على التلفزيون، أنا حياتي الخاصة ما لحطها بإيدين العالم يعني تسلوا فيها أبدا، ما لحطها تطلع فيها على العلن. أنا طالعة بقضية تعنيف. نعم. وهيدا التهديد بالقتل وحتى محاولة القتل ما في شيء ببررهم، وأنا بتمنى من القضاء ياخد هالشي بعين الاعتبار. هيدا الإنسان بعده برا وما حدا عم بياخد أي إجراء بحقه. نعم. يعني ما قلت لك شو بده. بس شو المطلوب اليوم؟ المطلوب أنه القضاء ياخد مجراه. أخذ القضاء مجراه ب22/6. حقق معك؟ حقق معي. عظيم. شو صار؟ ماشي، خلاف نزاع شخصي بين طرفين، تلاقوا في بين اثنين نزاع،
تلاقيت فيها بالبلديه عم تشتغل وهي طالبه نفقة من خيي والصبي معها لنا سنتين مش عم نشوفه، عم تطلع فيها هيك تفاجأت. قلت لها شو عم تعملي هون؟ قالت لي ما خصك يا حمار، انا كنت عامل حمار على التلفزيون وعلى الاشاعات. قلت لها عيب عليكي، وين ابنك؟ هجمت عليها دفشتها على الحيط، صار في تصادم انا وياها وانتهت بشكوى بالمخفض، ما فيها شيء يعني، وين العنف؟ لا بس دفشتها، وين العنف؟ بس دفشتها. اذا بتريد بس دفشتها. انا عم بسال سؤال وجيه قدام الكل. روق. هل يعقل على طول بتبلش تعيط ما بقعدوا الناس يسمعوا؟ طول بالك على ولا تسمع العالم. هل يعقل انه ب 22/6/2014 شكواها بتفتحها هلا قدام كفا؟ كفا كفا يا كفا، نحن ما عنفناها. خيي ما عنفا، دفشتها الاول شوي. خيي ما عنفا لما تركته بيت الملك واجر له بيت. خيي ما عنفا لما عمت ابنها. نعم باتريسيا تفضلي بس لحظه، هي معنا على التليفون. مرة تفضلي باتريسيا لحظه. ما طبيبه بس تتبلعها. انا ما بدي اطلع شاهد لا فيي ولا بجوزي ولا بحياتي. طيب بس مطلبك، مطلبك القضاء ياخذ مجراه فقط لغير اخذ مجراه؟ بس سؤال، شو مطلبك غير قصة القضاء؟ مو المعروف، انا بس بدي ركز على شغلي، انه هذا الكلام اللي عم بيتوجه فيه كله كذب. انا ما تعطيت معه بالبلدية وما قلت له شيء ابدا ولا اي كلمة. هو ضربني من مجرد ما شافني وكسر الازاز على راسي، وفي شهود وفي كاميرات مصورة. فما يتفلسف كثير، وبكل الاحوال هيدا تصرف مش مقبول ابدا ابدا ابدا. واليوم القضاء لازم يعتبر، وقت اللي عم بيطلع على التلفزيون يقول بكل ثقة بدي نفذ جريمتي، معناتها هذا الانسان لازم هلا فورا ينكب بالحبس. خلصنا بقى. نعم شكرا لك. شكرا باتريس. شكرا شكرا شكرا. بس عم تحكي عن امور اذا بتريد يعني اذا بتريد يعني اذا بتريد. هل عندك مشكله مع شو مشكلتك؟ ليه هالقد في حقد؟ طول بالك، ما فيش حقد. خيي زلمه مثل مثله مثل كل هالشباب المسيحيه يلي بيحلموا انه يتجوزوا ويجيبوا اولاد. نعم. وبيحلموا انه يضلوا مسيحيه. وبيحلموا اخر شيء يستقبلوا صبيه بتقول بالكنيسه اقبلوا بهذا الرجل في السراء والضراء والتعتير والشحارة، وأقبلوا بهذا الشخص يكون زوجا لي. نعم. وأنا خاضعة له كما قال لي. بس سؤال، طول بالك، أنت بالقانون عم تقول أخذت النفقة أو أخذت لا 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 لا. ليش لا بدك لا تتفشها؟ ليه ما ضليت بالقانون؟ أخذنا النفقة جمعة الماضي. ليه بدك تتفشها؟ طول بالك، نحن في علي مذكرة توقيف، مذكرة إلقاء قبض. تفضل رالي هون، هي مذكرة توقيف بحقها، ما حدا وقفها. وين؟ خليني أشوف لحظة. راها اصدار مذكره توقيف غيابيه بجرم مدعى عليها. مدعى عليها تقول بتعرف شو عملوا فيها؟ بتعرف شو عملوا فيها؟ ما حدا كمشى. بس هي مذكره توقيف. ما حدا كمشى. هي المدعي العام عاطي الاشاره، اشاره نيابه العامه. ما حدا كمشى. 7/6/2013 ما حدا كمشى. وقبل هيدي في بحث تحري، ما حدا كمشى. وحده طول بالك، خليني اسمع بس، بدنا نحضر انا وياك. هلا انا بدي احكي لك لحظه. طول بالك، خليك معي. أنا انت بقول اليوم طلبت حق الرد من اخبار الال بي سي في اشياء يا عيب الشوم. بس لا، وبالعكس هيدي محطه والاخبار بتحترم حالها، ما حطوها، بتاخذ كل الاراء، ما فينا نحطوا كل الحكي. مشان هيك انت الوحيد اللي جربت تحطها. ما بينحط اللي حكيته. اللي حكيته كمان هلا رح وزير عدل بدي وزير داخلية. لحظه، رح نحط شو حكيت وناقشه انا وياك. تفضل. لانه ما بينقال هالكلام. خلينا نشوف. تفضل. انا ميلاد بملهب على صعيد الدوله كلها، عم حدد الدولة حتكون صالحة وشريفة لعشرين هالشهر. إذا ما بيكون معمول فحص دي إن إيه لابن خيي وبيأكد إنه هو ابن خيي وما بنشوفه، أنا على الهواء قدام كل مشاهدين الـ LBC عم بهدد بالعدل. لأنه إذا وزارة العدل ما جابت لي حقي، وزارة الداخلية ما جابت لي حقي، والبطل الزراعي ما جاب لي حقي، أنا حقي بأخده بإيدي. من بعد 20 شهر أنا مستعد أحمل دماتها. انا رح نفذ الجريمه لانك انت يا بطرك ما عملت شيء، لانك انت وزير الداخليه ما عملت شيء، لانك انت وزير العدل ما عملت شيء. واذا حكمت بالاعدام بتامل انه انحكم اعدام باسم مش الشعب اللبناني، باسم التاجر والفاحش. التاجر هو البطريركيه المارونيه، الفاحشه هن رجال قوى الامن والداخليه والعدل. ميلاد هيدا كلام فيه تهديد علني. بطل شيء اسمه تهديد. اذا بتريد جو معلي معلي جو، اذا بتريد بدنا نتفق انا وياك. تفضل. في كلام بتخبص تغلط فيه حضرتك. لا لا. قبل ما نتناقش به ما لك حق تهدد بالقتل بهالطريقه. هيدا كلام انا كبير. لما بيطلع ما خليت وزير ولا خليت ليه. طول انا رحت لعند بس تاخذ وقت الامور بالقانون. اي امور؟ سنتين ما شوف ابنك. هيدا غير موضوع. طول لا لا، اذا بتريد المحكمه المارونيه بتحطك بين شقوفين. اذا معك مرض سرطان، بتعرف معك مرض سرطان بعد 50 سنة، نحن رح نفتح الملف اليوم تبع المحاكم المارونيه. نحن طلع هون، هيدي مترينة الروم الكاثوليك. نعم.
بزحلة بتقول لمن يهمه الأمر تفيد مترنية ما غصب بدي يقول أبو ملهب من بعد ما تمنعوا تنفيذ المشاهدة والاستحقاق. قالوا عليك أن تراجع المحاكم الروحية المارونية لأنه هن مش مشتغلتهم لا هن ولا الأب تبع البلبارة. عندن تاريخة 9/8 شو بيعمل الأب 2004. الأب الذي يحمل كهنوته اللي خنايصير يلي أنا بسميه عيب يحمل كهنوته بيعطيها أي فائدة للمعنفة بيقول لها أنا الموقع عندنا الأب اللي خنايصير كاهن رعية البربارة زحلة وفيد بأنني أنا كذاب لم أتبلغ قرار. أي قرار صادر عن دائرة التنفيذ وهيدي شو؟ هيدي انعدت بـ 9/8 هاي انعدت بـ 4/9 طب بركي ما تبلغها بلا كيف؟ بروح على عنده قال راجع مترانيتي ايه رحنا على المترانية قلت له بدي ورقة بالقوة يومين طلب لي جهاز من الدولة قلت له بدي ورقة منك اعطاني ورقة اليوم على المتران. نعم كيف بتقارن بين هاي وبين هاي؟ انه هذا المتران بيقول انا ما قصنا لانه هو مرجعيته المترانية بيرجع الاب الكذاب. لا لا ما فيك طول بالك معلي ما تقول كذاب عنه خبرني الخبرية ببين كل شيء اوكي خبرني الخبرية مثل ما هيدي هي قدامك عم بيقول هو انه ما تبلغ عزيز. انا بلغته قال لي ما خصني راجع المترانيه بس دايره التنفيذ كسر وين لازم تبلغ يا خيي تو ما اخذناها معنا اياهم كلهم دايره التنفيذ معي اياها ليك تو انا لا جاي لا اتعدى ولا جاي يكون مثل اهل الجنود المخطوفين. نعم. انا انسان مسؤول عن الدوله بكل قطاعاتها واجهزتها الامنيه انا زلمه بحكي الحكي مثل ما هو وقبلت اطلع معك لانه حكيك جالس واذا بتغير عن هيك بهلف لا حدا منعك تحكي عن شيء طول بالك هي مقتنع فيها انه في كذب بدأ هلا شفتها انه هون طالع على هيدا هون ما تبلغوا هون بتقول له ولما كانت الزوجه ولما موافقة. كانت موافقه على منع حق المشاهده والاستحاب كما جاء على لسانها اثناء جلسه المواجهه ب 18/3 ولما كانت مصلحه القاصر فوق كل اعتبار وراس الشرائع خلاص النفوذ كما جاء في القانون الكنسي هون بيقول بيبعت وكيلة المحامي جعجع بيعود بيعترض على المشاهدة والاستحاب بيقول فقط يحق له المشاهدة 24 ساعة كل 3 جماع طب انت هون شو عملت يا بنتي بس هيدي هون المحاكم المحكمة الابتدائية المارونية صحيح ما هي وافقت يشوفوا ويصطحبوا هون بتقول له لا ممنوع يشاهدوا ويصطحبوا بتعطي شو هون شو بيقول مشكلة تنفيذية مع طلب وقف التنفيذ المشاهدة بس والاستحاب. شو السبب؟ بتقول انه هو غير اهل بليه هو غير اهل؟ ما بعرف لانه هو معاق يمكن اخذت واحد معاق انا خلي يقول لي دعي وقتي فيه لا بدي اشوف شو المشكلة بدي اعرف بس ما قالت له هوني المحامي مين وكيلة؟ مين وكيلة عندك؟ استاذ جعجع اللي نحن بنبلغه عبر الليبون بوست نعم بيقول محامي جعجع قال انه ليس الوكيل في هذه القضية هيدي الرد اللي بون بوست بيقول المحامي جعجع قال انه ليس الوكيل المباشر في هذه القضيه بل عاطي رقم كلاب يا كفوري نعم عاطي محامي ثاني يعني هذا اللعب والهرطقه والزعبره وقله الثقه بالدوله وبالقانون والاضرب من هيك بتروح لعند تقول له يا ابونا انا بطلب اليوم من وزير العدل انا في عندي شكوى مقدمه من 22/9 نعم رحنا نراقبها لانه عليها مذكره توقيف وصلنا على البيت لعند دعينا على 112 لعند الميز اول حبايقه انا لمين بتشوفها بدق لي دعينا له بعد 7 دقائق بتطلع هي والصبي وبتفل قبل ما يوصلوا الدرك ايه حتى الدرك ما وصلوا رجعنا نزلنا على الدرك وصار اللي صار احنا وياهم شريعه فل على البيت بروح على انا على البيت الساعه 10 بالليل بتلقى تهديد على تليفوني تليفون خيي وتليفون اختي عملت شكوى؟ ما طول بالك عملنا شكوى في رقم واضح رقم ايه رقم السياره طلع لخيي رقم السياره وبتقوص علينا بزحله نعمل شكوى عند فريد كليس لحد هلا رجع رد للتوسع بالتحقيق وبعد امبارح انا متلقى تليفون من نفس الشخص اللي بيسكن على دميتي انه هذا الشخص اللي عم يلف عليا على ما بعرف مين بحق له يهدد ومعه برايفت نمبر طول بالك في تهديد ثابت يا استاذ ميلاد ما فيك تقول بيلف عليا يلي ثابت معك اللي احكي على يا خيي بدي من وزاره العدل شكوتي من 22/9 لحد هلا هيك بيحكوا بعد ما نجيب ارقام البرايفت نمبر وبعد السياره عم تروح وتجي بزحله وبعده خيا من بعد ما توقف فيه بحث تحري 10 ايام لانه ما اجى على المقبره حضرته سقط بحث تحري مزبوط بيسقط شو هالدوله هيدي انا مش رح اكون علي البزال طول بالك كمل بدي احط ريبورت روق علي طول بالك طالع معنا لنفتح ملف المحاكم المارونية محمد رسول الله ميلاد
يا جو ميلاد انا بدير الحوار، عم بتركك تحكي اللي بدك اياه، بدي احضر انا وياك سيجمنت ومكملين، ما حدا هربان. تفضل. طالعين لنحكي بملف ثاني، ملف المحاكم المارونيه. سيقبت هاي القضيه صارت وعم نحكي عنها، الملف هو ملف المحاكم المارونيه، معاناه الناس كلها مش بس انت، خليني. ما يجمعه الله لن يفرقه انسان. ملتان. هيك بيقول لك الخوري نهار عرسك. ما جمعه الله يفرقه المال. لحظه، هيك بيقول لك خوري نهار عرسك، خليني احكي مول معروف. بس قديش هيدا الحكي عم يتنفذ؟ قديش هيدا الحكي عم يتطبق؟ اكثر من 300 ملف طلاق كل سنه مكبوبين بجوارير المحكمه المارونيه، انت عليك تروح من وقتك، من اعصابك، من مصرياتك، وخلي الباقي على المحكمه. نحن رح نشوف نحن هيدا التقرير يلي عملنا له علاقه بملف المحاكم المارونيه، بنشوفه سوا. بطلان زواج مع سببه 1,000,000 ليرة، كل سبب إضافة 325,000 ليرة، منع السفر عن كل شخص 200,000 ليرة، وصايا الإكليروس وتنفيذها 250,000 ليرة، طلب تعويض عن بطلان الزواج 325,000 ليرة. لا أبداً، منك مضيع، نحنا مش بسوبر ماركت، هيدي لائحة الأسعار بالمحاكم المارونية. أي دعوة عبالك نقي واختار، بين رفع دعوى معاملات وأتعاب محامي بدك 7,000 دولار على القليلة، ومش تحت 3 سنين روحات ومجيات على المحاكم تطلق وما بتخلص بالهين. نسبة الطلاق بالمحاكم عم بتزيد سنة بعد سنة، وطلبات الطلاق ما بتقل عن 300 طلب سنوياً، والأسباب بتتراوح بين أساسية وثانوية. بس شو ما كانت أسبابك، علقت يا شاطر بالمحاكم الروحية. توجهنا على المحكمة المارونية بالزوق تناخد أقوال الناس عن الأسباب يلي دفعتهم للطلاق والصعوبات يلي عم يمرقوا فيها، بس تبين أنه وجودنا قدام المحكمة المارونية زعج المسؤولين، فتوجهنا لمكتب المطران علوان تنجرب ناخد إذن ونشوف الأسباب يلي بتمنعنا من التصوير. فكان الجواب أنه عم نتعدى على الحرية الشخصية، وقالنا روحوا صوروا عند الكاثوليك. ضلينا مصرين وطلعنا وقفنا على الطريق العام قدام مدخل المحكمة، بس كمان اتضح انه هالطريق هي ملك الرهبنة المارونية. بفهم انه كمسيحية صعب واحد يطلق، بس لو ما في اسباب ما كنا جينا لحتى نطلق، يعني في اسباب كتير كبيرة. اخذنا الطلاق هالسنة بعد 7 سنين معاناة، تكاليف عالي جدا، يعني عم بتكون مش اقل من 20,000 دولار. الانجيل بيقول لك اذهب وبع كل ما لديك وطلق، وإن شاء الله عندما يذهب المطارنة والبطاركة والأساقفة والرهبان والراهبات إلى ملكوت الله ويسألون ماذا فعلتم بإخوة الصغار، سوف يجيبون حتماً لقد قهرناهم وعذبناهم وشرذمناهم وأفقرناهم، لأنهم أصبح الإنجيل يقول ما لقيصر لقيصر وما لله لله، إما هنا في المحكمة المارونية ما لقيصر لقيصر وما لقيصر لله. 3 سنين ونص، سبب عناد نسائي، بعتذر. ما في أكيب عمل عند المحكمة يروح يتطلع بكل عائلة شو عم بيصير، بيعرفوا الحكم بالوراق يلي قدامهم، يعني الأولاد معي والأم عم تقبض مصاري وهي ما بتعرف وين إني، تاخد وقتها، وبعتبر أنا ديني أساسي بالموضوع. أنا قصتي قالوا لي 3 أشهر 4 أشهر بكون خالص، مدت 6 سنين ونص. في خوري أنا أول ما بلشت بالطلاق طلعت لعنده عم بستشيره، خوري بالمحكمة الروحية عم بستشيره، قلت له يا أبونا كذا كذا كذا، قال لي يا ابني جيب 15,000 وطاعة ويا ريت دفعت له، كنت خلصت من زمان. يعني جوا الخوارني هيدا بده 5، هيدا بده 10، وآخر شيء معي يعني وصل ب10,000 دولار، آخر شيء تخلصنا. انت قريت تعمل سنة؟ ما انا كبرت بالعمر، اي متى واحد بيعمل عائلة تصفي عمره 60 سنة؟ اخذت 7 سنين عذاب لانه ما في مصاري، ما قدرت كفي بالمحكمة المرانية، وقد ما بتدفع قد ما بتطلق وبتشهل بوقتك، كنت واصل لحدود 10,000 دولار. تركت وفصلت، طلعت على المحكمة المرانية انا وكفيت حياتي عادي، ما ضليت مرتبط بالمحكمة المرانية. وهلا بحابب رد حالي مراني انا، بس خيفين ما فوت لرد حالي اعلق بنفس المشكله. ندمان انه تزوجت كنسيا، وندمان انه تزوجت بلبنان حتى. ملحمه مورانيه واللي بقلبها جزار، كل خوري بقلب المحكمه ما بيعرف شو يعني يسوع المسيح. من بعد ما حكينا العالم فهمنا ليش ما بدهم ايانا نصور. مشاكل الطلاق كثيره والتنصيب على قفا مين يشيل.
بيستندوا على الإنجيل وبيقولوا إنه الطلاق ما بيجوز بالدين المسيحي، ومن جهة تانية بيطلقوك بس تدفع رسومات ويضيعوا لك وقتك ويخلوك تعاني نفسياً ومادياً. يلي مقرر يطلق رح يطلق، والمماطلة منا لخير حدا إلا للمحكمة، يلي كل ما الدعوة تمد نهار كل ما ربح المحاكم الروحية بيزيد. ليلى، قصدنا ما نستضيف أي محامي بيشتغل بالقضايا الدينية أو من المحاكم المارونية أو غيرها من المحاكم الروحية. ليلى، ما بدنا مرجعيات تطلع وتعطي تبريرات وأعذار على الهواء. ليلى، بدي أخذ اتصالاتكم أنتو يلي بيوتكم على أجوبة محددة. بدي أسألكم على أسئلة محددة، إذا عندكم قضايا طلاق كم سنة إلكم بالمحاكم المارونية وقديش صرتوا دافعين مصاري؟ في أحد المواطنين يلي طلع معنا بالريبورت دافع 10,000 دولار وعنده الوصل، عنده التشيك، عنده هيدي بمتابعة بنكية بيقدر يوصل لإثبات لدفع 10,000 دولار لأحد رجال الدين. شو رأيك بالإثبات؟ أنا هيدا كله سوا ماشي، بس أنا بدي أقول شغلتين. إذا أنت مسيحي، لشو مسيحي أنت؟ بتعرف ليش هو مسيحي أنت؟ لأنه المسيح اللي من إجا شايف بطرس عم يصيد سمك، كيف بالصنارة بالبحر عم يصيد سمك، وكيف تصطاد سمك أنت؟ عندما تحط بالصنارة طعم، قال له يا بطرس سوف أجعلك تصطاد بشراً. كيف تصطاد بشراً وأنت تقتص منه الأموال؟ يا جماعة مش عم بفهم. سيدنا البطرك أنت خينا وأنت بينا وأنت جالس على ما هناك ما عش فيه انطاك يا لخي، جالس على المجد أعطي له. بس يا خي أنت كيف تصطاد البشر؟ أبي مدارسك الكاثوليكية، هذا ملف أبي، بدل أكاليل الأجور، أبي المحاكم دفن، هي نفس الشيء. المحاكم المارونية، أنا كيف بدي روح لعند واحد اسمه أبونا ويقول لي روح حط محامي حتى أحكي معك؟ مثلاً 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 بطلان زواج بالمحاكم المارونية مليون ليرة، خليني أقول لك شغلة، بس بطلان زواج عند الكاثوليك مليونين مثلاً. خليني كمل يا خيي، مش مشكلة، بس أنا بدي أقول أنا عند بيي، كيف بدي روح لعند بيي يتحاور معه؟ بس خلى الناس تعرف يا ميلاد يا حبيبي، يا خليني خبر محامي. العالم مثل السوبر ماركت في ليستا، ليستة أسعار. بطلان زواج عند الموارنة بمليون ليرة، عند الكاثوليك بمليونين ليرة، سبب إضافي للبطلان 325 عند الموارنة، 750 ليرة عند الكاثوليك. ما بعرف شو الفرق بين اثنين، شو الفرق بين بطلان زواج؟ لمن في انترفال يا خيي، انترفال 10 سنين وبيطلقك، هي الانترفال لشو؟ بس ليش في فرق هالقد يا خيي؟ يمكن هون بدهم شوي اكثر، هون بدهم شوي زياده، بس اللي بيعرك انه بالاخر بتقول له يا ابونا، لو بتقول له يا حضرة القاضي مش مشكله، بس رايح لعند بيك وبيك بيقول لك حط محامي بيني وبينك. دعوه حراسي حضانه كذا 275,000 ليره، هون 300,000. تخيل المعنفه صارت مغيره ثلاث محامين، هودي كلهم بلاش. انتبه، وبيجي بيقول لك اخر شيء اللي بيقهرك وين؟ طلع هون بيقول لك ايه، من حق الوالد ان يتمتع بابنه. صار انا بس بدعي المواطنين يتصلوا، الارقام عم تمرق، بدعيكم تتلفنوا لحتى تجاوبوني على الاسئله. اذا عندكم دعاوى، اذا عندكم دعاوى بمحاكم مارونيه كم سنه الها وقديش صرتوا دافعين مصاري؟ انا بتمنى من اللبنانيين يتصلوا يشاركوا بهالملف، ما رح يتسكر. ما في جرأة. قال له الإنجيل اذهب وبيع كل ما تملك ووزعه على الفقراء، بيقول لك قوم بيقول لك بيت بالجنة. قال له هو مش لي أنا، هو اللي عمل الراعي الصالح مش أنا. قال له أتحبني؟ عمل وعمر للراعي. قال له ارعى خرافي بالقوة، شيل عليه العصاية. قال له ارعى خرافي. بتخبر خبرية، كان في راعي عنده خواريف وعنده قطيع، نعم، عبير عفيهم بالجبل، مارق على الراعي هيك فهونيك مزلوب صغير، بيشوف كتلة لحم صغيرة، كتلة صغيرة لحم هيك بيطلع فيها بتلاقيها عم تنبض، بياخدها وبيجيبها لعنده بيحطها تحت نعجة عندها درة كبيرة فيها الطعمة ولدين، بتاكل النعجة وبترضي أولادها. بعد 5 أشهر بفوت الراعي على الحظيرة، بتعرف شو بيلاقي؟ بيلاقي الحظيرة كلها دم، بيطلع هيك بفتش نعجة الدم، بيطلع عزاي وبيشوف ذيب، بيطلع فيه الذيب عين بعين للراعي، بيقول له الراعي وما أنبأك أنك جر ديب. نحن المسيحيين بالنسبة للعالم بأكثر من 450 سنة، نحن من أتينا بجراوي الذئاب وأكلت ونهجت لحمنا ورمتنا عظما في الرقة، شو بدك بعد؟ أنا بدي أقول للراعي اليوم شو الحل اليوم؟ مشاكل بدنا مرمية. راعي صالح، أنا اليوم أبحث عن راعي صالح الذي يترك 99 وبيضم الواحد. خليني أخذ اتصال، خليني أخذ اتصال ومنكمل. مساء الخير،
استاذ عصام تفضل، بتمنى منك توطي صوت التلفزيون على الاخر، تسمعني من التليفون. أيه تفضل. أوكي. اهلا وسهلا فيك. أوكي. تفضل. أوكي. عندك مش عندك قضيه بالمحاكم المارونيه؟ شو الو تسمعني؟ ايه عندك قضيه بالمحاكم المارونيه؟ عندي قضيه بالمحاكم المارونيه، بس بدي اتمنى منك شغله قبل ما بلش. تفضل. اذا بتتركونا بنص الطريق تفضل انه ما نحكي. لا نحن ما بنترك حدا بنص الطريق، بس انا بتمنى تجاوبني على ثلاث اسئله محدده وبرجع بحكي معك. شو بضل فاتح الهواء للصبح؟ أكيد. لا ما فيك، ما تتركني كاملين بالموضوع. استاذ قد ايه لك كم سنه بالمحاكم المارونيه؟ الي من 2008. من 2008 وقف نسله لك ست سنين. قد ايه صرت دافع مصاري لهلا؟ 12000. 12000 دولار. وين صارت قضيتك؟ وهلا عن جديد. هلا شو عن جديد؟ بداية واستئناف. هلا اوكي، هلا انا لقيت مرتي بجرم التعارض. نعم. حطها بقلب الفرش وبقلب البيت عندي. بالجرم المشهود؟ بالجرم المشهود؟ وعندي كل شيء. بالجرم المشهود؟ بالجرم المشهود. نعم. وبقرار من المحكمة قالت انه هاي بتعلم بعد فحص انه هي متعاطية مع كذا رجال. بعدين هلا انعلبت علي المحكمة لانه هي بتعرف خوني. معنا شربل، معنا شربل كما التباس الاسماء. تفضل شربل. اوكي تفضل شربل. تفضل. لك يا جو، انا ما قصة كبيرة كثير، وانا قصة كبيرة، انا قصة بتنعمل فيلم. لانه انا معي الصور بدي فرجيهم عندكم على التلفزيون. مرتي. نعم شربل شربل، رح نرجع نتواصل نحن وياك. عم خدف الصبي. رح نتواصل نحن وياك، نحن بهيدي القضايا، هيدا الملف. أوكي. مفتوح منه اليوم، بس شكرا لك. مساء الخير. مساء الخير. اتصال تاني. مين معنا؟ مساء الخير. الو تفضل حضرتك على الهواء. تفضل. الو بونسوار. عصام تفضل، عندك قضية بالمحاكم المارونية او المحاكم الروحية؟ انا قضيت هيك كمان. نعم تفضل. الو تفضل تفضل، عم بسمعك. اوكي. انا قضيت اكثر من هيك بكتير. شو؟ انا بخصوص المصاري عم بتكلف كثير، يعني المحكمه مثل مغارت علي بابا جوا. قد ايه صرت دافع لليوم؟ قد ايه صرت دافع لهلا؟ يعني بدك تقول فوق ال 10000. قد ايه لها كم سنه القضيه؟ صرنا 4 سنين بهالقضيه. نعم. وهلا خاطف الصبي ممنوع شوفه انا. نعم. وحتى بالمدرسه منعتني روح شوفه. ممنوع اخوات. نعم. ومجبور ادفع لها. ليش؟ ليه؟ اي اساس ما مانعينك تشوف الاولاد؟ شو هي السبب؟ هي حرة. ليش؟ بس شو السبب؟ شو برروا بالمحكمة؟ ما في تعالوا اخوات. المحكمة عطيوني ورقة مجبورة تفرجيني الصبي. نعم. بس شكرا لك. لا بتشتغل ما بد. كمان رح نرجع نتواصل معه، رح نتواصل جو مع جو كل الناس. نكمل بهالمرة. هلا هيدا المرة، هيدا الزلمة يلي مرته ما بعرف شو عم يحكي عنها، يا هيدي مرته بكرة بتعرف مين بجنزها؟ ها؟ البطرك بجنزها. ما بقى عندي كتير وقت، بدي احكي عامة بالمشكلة الأساسية. أساسية مشكلة المحاكم الكلها مش بس المارونية. المشكلة الأساسية إنه هالإنجيل يقرأ في المقلوب. يعني الإنجيل بيقول له اذهب وأرعى خرافي، هو بيقول له لا بدي جزم لك هن، بدي أقطعوا نسلهم، بدي خلي الشاب ما يجيب أولاد، بدي هالمرة هيدي الإمرأة مدرسة أكونديسيون. بشروط. أكونديسيون، إذا ما عددتها بتطلع فاسقة. بيطلع المرأة ما فيك تعمم. طول بالك، ما فيك تعمم. الامرأة اسمعوني يا صبايا، إذا أنت بدك تتجوزي شاب وتروح على الكنيسة وتقولي نعم للرجال بتكوني كذابة. بدك تقولي نعم لله وتقولي له ها أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك، بولد بالمزود وبجيب هيكل جديد روح قدس جديد حتى نمي المجتمع. ما بجيب أنا بس بس بس. أوكي أوكي، خليني أخذ اتصال ونكمل. سينتيا مساء الخير. بدنا ناخذ الناس كمان. تفضلي سينتيا. سينتيا راح يلا تفضل. انا اعطيني من ملخص ملخص الموضوع كله. خليني اخذ. الو هلا حاخذ هيدي. الو مساء الخير. الو جانا تفضلي حضرتك على الهواء. اهلا وسهلا فيكي. الو جانا عم تسمعيني؟ عم بسمعك. عندك قضيه بالمحاكم الروحيه؟ عندي. باي محاكم؟ مارونيه. مارونيه. قد ايه لك كم سنه؟ 6 سنين. قد ايه صرت دافع على اليوم؟ بدك مع تبرطل ولا بلا تبرطل؟ مع تبرطل. شي نص مليون. شو نص مليون؟ ايه 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 شوف المحامية. نص مليون شو يعني قصدك؟ ما فهمت.
سوري قديه نص مليون شو؟ دولار 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 كيف يعني لمين هول المصريات راحوا؟ بين محامين واخواني و ومحاكم وليه ما اخذتي حكم طالما دفعتي هالقد؟ انا خلصت خلصتي دفعتي وخلصتي نعم شو طالعه تقولي اليوم على الهوا؟ انه هيدي المحاكم بدها حرق شكرا لاتصالك شكرا لك انا لمن بدي احكي كلمتين البطرك لمن تنصبوا بطريارك طلعت لعنده هنيته وحاطط له قصيده يمكن ما قراها هلا بدي اقول له اياها على الهوا تسمح لي بشكل سريع نعم هيدي قصيده نسر مكسور من واحد مجنون من قبل المعنفه انت هلا عم تحكي مع مجنون كاميرتي وين تفضل قصيدة نسر مكسور بتقول فرحي يا صفوف المريمية فرحي يا صفوف المسيحية فرحي يا عموم اللبنانية إلك يا راعي مني تحية تحية مثل إيمانك قوية تحية مثل أطفال البراءة تحية من عموم اللبنانية أنا مؤمن لمن طلعت أنت بترك أنا مؤمن بفضلك عن جدارة وبحرصك على حقوق الإنسانية السياسيين طلعوا هنو قالوا بالصدارة شفتني مبروك وبكرة الجنجلي بي شهيد الجيش قتل بالرصاصة وتبين اليوم بعد 40 سنة إنه شهيد السياسية بيسرقوا أموالنا بارة بعد بارة أنا وولادي بنغفى على حصيرة من هالرسن من هالرسن شدوني بحقارة نسيوا روح القدس المزروح فيي إذا بلبنان يا جو إذا بلبنان جمعتنا العمارة السني بيقول أنت من العونية صدفي بلتقي بشيعي بجهارة قواتي أكيد وبيتنمرت علي نسواننا بسوق الرقة انباعوا سبايا وامتالكم غافي عام خدي مخملية انا لا جعجعي ولا عوني ولا كتائبي ولا مرضى كنت مرة طالب من الاسكيم بالعيش الهنية انا فرخ النسر انا فرخ النسر بعلي بمهارة مني دجاجي ناطر تحسن علي لا السعودية ولا إيران ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا سوريا مش ناطر حدا كنز السماء هو الأفضلية نقي بيادر القمح سيدنا عم تسمعني؟ عم يسمعك سيدنا نقي بيادر القمح من هالبرارة أمور الكل وأنا عصايتك أمور الكل يكونوا مسيحية هذا يستعملها المسيحية تهجرت بذكر من شرارة ضغينة حقد كانت سياسية أنا تهجرت بذكر من شرارة ضغينة حقد كانت سياسية ولك ردنا عديانا بريح رجعت ما بترجع ردنا عديانا بشكل سريع معنا 30 ثانية شمشي مترابة ضياعنا شامخة وبجراسة غنية نباعد بالسوق نحس ردني عضايعتي شمشي مترابة بمهرين شامخة وبأرز غنية انت بي انت بشارة هموم ولادك بددها اخطي انت يا معلمي نور ومنارة بتهدي على الحقيقة وين هي انت الراعي انت الملك انت الإدارة منك طرف ولا أجير بهالدولة العبية انت الحاكم عبزبح من حضارة رح بتدوب كرمال البقية إذا كنت الملك إذا كنت الملك أنا مثلك ملك وإذا كنت يعني راحت علي قبل ما تروح أيامي خسارة سيدنا قبل ما تروح أيامي خسارة ضعفي اقتلع حطم هالهوية حرر هالبلد من هالمغارة وزراع فيه روح المدنية إذا ما قدرت تحرير العمارة افتح لي بواب هجرة أبدية عندي أمل عندي أمل وبقولها بقوة وحرارة إذا زمجرت عندي أمل وبقولها
بقوة وحرارة. آخر جملة. إذا زمجرت ورفعت العصاية بتزلزل بقى الأرندكية يهوذا سلم معلمه ب200 فضة. أنتوا عم تسلمونا الصبح أو عشية أربعة الصبح. وأنت يا راعي بإيمان صافي افتخذ بالعرش يعطيك العوافي. أنت يا راعي بإيمان صافي افتخذ بالعرش يعطيك العوافي. المسيح انصلب بسرعة. المسيح انصلب صلبته مسرة وعجبني الضمير اللي كان غافي. آخر جملتين. نكر المسيح بطرس مرة بعد مرة اللص اليمين صدقه. آخر جملة. كافي. آخر جملة. عندي رجا وحالتي مرة رجع هالشبل يعيش بعرينه وكفى تهجير يكفي لعب فيي. جو بابا معنا ولا ثانية عندنا أخبار الاتصالات بالعشر مكملين بالملف مكملين الحوية. بدي أطلب اليوم يا جو إذا بتريد معك عش ثواني. بيان الظاهر فتح مرة الماضي هوا حتى يطلب 200 ألف يورو لصبية بدل زرع نخيح شوكي. صحيح. أنا بطلب هلأ هوا لأنه لبنان بحاجة. عمهلة. يا جو رح نعطيك الهوا. جو إذا بتريد رح نعطيك الهوا يا ميلاد رح نعطيك الهوا يا جو. أخبار زيت العالم أخبار بطلب من بيير الظاهر. خلص رح نفتح هوا شمس الهلبسين رح تشرق. شكرا لك ميلاد أبو ملهب. رح نتابع هيدا الملف ملف المحاكم الروحية والمارونية انفتح ولن يقفل. عشرات الاتصالات عم يتصلوا. رح نتواصل نحن وياكم للأسبوع المقبل أو بأقرب فترة نكمل بهيدا. نحن متابعين كل المحاكم مش بس المحاكم المارونية كل المحاكم الدينية. شكرا لكم وإلى اللقاء.